بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع بشرة أمل. في هذه الحصة إن شاء الله لدينا اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي، النموذج الخامس. سأترك لكم روابط لاختبارات الفصل الأول جميع المواد في صندوق الوصف. إذن لدينا النص، نبدأ أولا بقراءة النص، ثم لدينا الجزء الثاني البناء الفكري. تابعوا معي. تعيش فئة من الأطفال حرماناً وبؤساً كبيرين. أطفال يموتون جوعاً بسبب نقص الغذاء والدواء. أطفال يعملون ساعات بأجور زهيدة دون تأمين. كثيراً ما يتعرضون للحوادث الخطيرة والطرد من طرف أصحاب العمل، فيصبحون مشردين لا مأوى لهم يقيهم من حر الصيف وبرد الشتاء، ولا طعام يسد رمقهم. ألا يحق للطفل أن يتمتع تمتعا كاملا بحقوقه في العيش، الدراسة، اللعب والغذاء. لدينا الآن البناء الفكري. أولاً اختر عنواناً مناسباً للنص. العطلة، الأطفال والبؤساء، عيد الطفولة. النص يتكلم هنا عن الأطفال. نكمل في بداية النص. لدينا تعيش فئة من الأطفال حرماناً وبؤساً كبيرين. إذا نقول أن العنوان المناسب للنص لدينا الأطفال البؤساء. ثانياً استخرج من النص حقوق الطفل. وردت في النص حقوق الطفل. لدينا ألا يحق للطفل أن يتمتع تمتعاً كاملاً بحقوقه. لدينا هنا الحقوق. لدينا أولاً الحق في العيش، الدراسة، اللعب والغذاء. ثالثاً هات من النص ضد الكلمتين التاليتين غالية ولدينا يعيشون. نبدأ بالكلمة الأسهل ضد، أو نقول عكس هذه الكلمة يعيشون. لدينا أطفال يموتون، هنا ضد كلمة يعيشون نقول يموتون. غالية هنا، إذن موجودة في النص. أطفال يعملون ساعات بأجور زهيدة، رخيصة، غالية. إذن ضد الكلمة هنا غالية نقول زهيدة. لدينا بعد ذلك البناء اللغوي. أعرب ما تحته خط في النص. إذن لدينا إعراب الكلمة تعيش. هنا تعلمنا خلاص نظن الإعراب. قدمت لكم النموذج الأول، الثاني، الثالث، الرابع. في كل مرة لدينا أعرب ما تحته خط. تعلمنا فقط إعراب المبتدأ، الفاعل، المفعول به، الفعل الماضي، الفعل المضارع. إذا هنا لكي يتمكن التلميذ من الإعراب كما قلت لكم سابقا، نحدد أولا نوع الكلمة تعيش. نوع الكلمة فعل، اسم، حرف. إذا هنا قد تعيش. إذا لدينا فعل. نحدد الزمن هنا ماضي أم مضارع. ندخل أولا حرف السين أو سوف. نقول سوف تعيش. إذا قبلتها عادي. إذا لدينا فعل مضارع. إذا سوف تعيش. إذا قبلتها عادي. لدينا نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يحفظها هكذا التلميذ. إذا هذا فيما يخص الإعراب. ولدينا ثانيا استخرج من النص جمع مذكر سالم، حرف عطف، ولدينا جملة اسمية. أولا جمع مذكر سالم، مدرسنا هاشي معلمتي في السنة الرابعة ابتدائي. عادي يمكن يطلب منا استخرج من النص جمع مذكر سالم في السنة الرابعة ابتدائي. إذا هنا نتذكر جمع المذكر السالم، هل هو اسم أم فعل؟ اسم. جيد، يدل على الجمع من المفرد على الجمع. إذا هنا بما ينتهي بياء ونون أو واو ونون. أحسنتم. إذا نبحث في النص عن جمع مذكر سالم ونحدد هنا إذا كان عندي اسم أم فعل. لاحظوا معي هنا لدينا يموتون ينتهي بواو ونون مباشرة. أقول جمع مذكر سالم؟ لا، يموتون فعل، يعملون فعل. لدينا هنا كلمة مشردين، من هم يدل هنا على الجمع، إذا ينتهي بياء ونون أيضا، إذا هنا نقول جمع مذكر سالم. لدينا حرف عطف، إذا لدينا واو أو لدينا ثم. ثم موجودة في النص؟ لا، لدينا واو فقط. لدينا بعد ذلك جملة اسمية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم. أحسنتم. إذا هنا لدينا تعيش، تعيش فعل، أطفال يموتون، إذا هنا لدينا اسم، إذا لدينا أطفال يموتون جوعا بسبب نقص الغذاء والدواء، جملة اسمية. إذا نقوم الآن بكتابة الإجابة. ولدينا الآن ثالثا، حول الجملة التي بين قوسين في النص إلى المفرد الغائب. لدينا الجملة فيصبحون مشردين لا مأوى لهم يقيهم من حر الصيف وبرد الشتاء ولا طعام يسد رمقهم. إذا هنا مطلوب مني إلى المفرد الغائب. نتكلم هنا عن المذكر. لدينا المفرد لدينا هو ولدينا هي، لكن هنا المذكر لدينا هو. إذا فيصبحون هم، هو ماذا أقول؟ أقول فيصبح مشردا لا مأوى له يقيه من حر الصيف وبرد الشتاء ولا طعام يسد رمقه. لدينا بعد ذلك علل سبب كتابة التاء مفتوحة في كلمة ساعات. إذا هنا لدينا تاء مفتوحة، نتذكر مع بعض. تكتب تاء مفتوحة في الكلمة متى؟ إذا كان لدينا أولا فعل أو لدينا جمع مؤنث سالم أو لدينا اسم ثلاثي ساكن الوسط. إذا نحدد أولا نوع الكلمة ساعات، هل لدينا فعل أو اسم؟ إذا كان عندي فعل إذا مباشرة نقول لأنها فعل. إذا كان هنا نوع الكلمة ساعات اسم، هنا نشوف عندي جمع مؤنث سالم أو جمع مذكر أو اسم ثلاثي ساكن الوسط عفوا. إذا ساعات هل لدينا فعل؟ لا. نشوف عندي اسم ثلاثي ساكن الوسط، يعني ثلاث حروف فقط في الكلمة؟ لا. إذا عندي الآن جمع مؤنث سالم لأنها جمع مؤنث سالم. جيد. هنا مفرد الكلمة وهو ساعة، الجمع ساعات، إذا جمع مؤنث سالم. إذا كتبت التاء مفتوحة في كلمة ساعات لأنها جمع مؤنث سالم. إذا هكذا يكون تعليل سبب كتابة التاء مفتوحة. نشوف الآن الجزء الخاص بالوضعية الإدماجية. ولدينا الوضعية الإدماجية: للطفل الحق في الحياة الكريمة والتمتع بكامل حقوقه. اكتب فقرة لا تتعدى 8 أسطر تتحدث فيها عن بعض حقوق الطفل. إذا هنا مطلوب مني كتابة فقرة، يعني لدينا المقدمة، العرض، الخاتمة. فيما يخص المقدمة، من يكون الطفل؟ هنا من الأفضل يستعمل التلميذ الورقة المسودة أولا. الطفل وهو ثمرة الأسرة، أو الطفل هو الذي لم يتجاوز سنه 18. الطفل هو قلب المجتمع. جيد. هنا نتحدث عن الطفل أولا. فيما يخص العرض، نتحدث عن ما هو مطلوب مني. قال لنا هنا تحدث عن حقوق الطفل، إذا هنا نتحدث عن حقوق الطفل. لدينا الحق في الحياة الكريمة، في التعليم، الراحة، اللعب، المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية، الرعاية الصحية. ثم بعد ذلك في الخاتمة مثلا نقول الطفل هو الحلم، هو مستقبل الوطن، رجل الغد، لذلك لا بد أن تصان حقوقه. إذا هذا فيما يخص الوضعية الإدماجية. طبعا قدمت لكم وضعيات إدماجية مقترحة. أولا تحدث عن حقوق الجار، تحدث عن المعلم، عن فضل الوالدين. لدينا الوضعية الإدماجية كانت عن حملة تنظيف الحي. ولدينا الوضعية الإدماجية المقترحة أيضا حقوق الطفل. سأقدم لكم إن شاء الله في النموذج السادس، نتحدث عن الأطفال المشردين. إذا هذه كانت حصة اليوم. دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.